خويا كان خدام كيبيع ويشري، فجأة طاح طاح، قال لك تيحس بنقصة في قلبه. دينا عند طبيب، ملي دينا عند طبيب قال لك ما نعطيته شي حاجة، خاصو يشوف الطبيب ديال القلب. دينا عند طبيب تاع القلب، شافو الطبيب دار ليه تخطيط، قال لنا عطوه الدواء. درنا ليه الدواء، ما فاتوش الحال. واحد النهار بالليل شدوا واحد الكريز في الليل، هزيتو ديناه ليرجونس للسبيطار المنصور. مشينا داروا ليه الاسعافات الاوليه، داروا ليه السيروم، داروا ليه الاكسجين، ما كيتنفش، ما كيطلع، ما كيهبط. ملي شافوا بحال هكا قالوا لي ضروري خصو يمشي لميريزكو. جات لومبيلونس، مشينا لميريزكو من 12 وحنا تما حتى لشي 4:30. داروا ليه التخطيط، داروا ليه جميع الاسعافات، قالك ضروري خصو التلفازه يديرها. التلفازه خصني يديرها، يعني خصنا نتسناو على برا رونديفو. وحنا حالته حالته كتسناش ان يتسنى الرونديفو. مشينا درنا عند الطبيب ديالو، ملي درنا عند الطبيب ديالو قال لنا خصو ضروري من العمليه. ملي شاف قالك عنده 3 صمامات، عنده عمليه. ملي قلنا ليه شحال الثمن، قالك غتكون شويه غاليه، خصكم تمشيو تسولو. مشينا للميريزكو، اول حاجه مشينا للميريزكو باش ندفعوا الوريقات، خاصنا الراميد. دفعنا الراميد ما غاديش يخرج لينا دابا، غادي يتعطل يعني واحد شهرين. والالم الالم يومي، الالم ما كينعش، تيبات الليل كله هو كيتالم، كيبات الليل كله هو كيبكي. مشينا للكلينيك، سولنا في المصحات، كل مصحه كتقول لنا ثمن. مشينا لواحد المصحه قالوا لنا اخر ثمن 13 مليون، وحنا ما عندناش هذا الثمن. دخلت عند الدكتور طلبناه، وقلت ليه شوف الدكتور حنا راه ما عندناش، هو راه غير كيبيع ويشري، مره البلوط مره الهنديه، وتعاطف معنا. وهذا قال لي اخر ثمن، اخر ثمن غنخلي لكم ب9:30، وحنا ما عندناش هذا الثمن. حنا على قد الحال، ما عندناش، ما خصناش، و ما عندناش من غنجيبو من هاد المبلغ كله، ما عندناش من غنجيبو. وكنطلب من الناس داخل الوطن وخارج الوطن يتعاونوا معاه، والناس كلهم الاكثريه اللي هنايا راه كلهم كيعرفوه. وحنا ما عندناش الجد لهاد العمليه، ما عندناش فلوسه، ما عندناش باش غنديروها ليه. وكون عام ما كانش الالام يتسنى وقت اللي جمعنا شويه نجمعوا ليه، ولكن واخا نجمعوا ما غنجمعوش هاد المبلغ كله، ما في استطاعتناش باش نجمعو. وكنطلب من المحسنين شي واحد يتكلف لي بالعمليه، حنا ما يعطيناش، يتكلف لي بالعمليه ديالو ولا يساهم معنا باي مبلغ كان، لان حالته ما نقولش لك حالته، لا اله الا الله اللي كيعلم. والناس اكثريه الناس راه كيجيو كيشوفوا وكيعرفوا وكيتالموا، كنباتوا فايقين، باتوا سهرانين، نبات انا حدا رجلي مره مشي لي حدا راسو، تيبقى يتالم وما لقيتش ليه الجد. الجد الى جد الله. العمليه مستعجله. قال لك قد ما عجلتوا بها كتكون احسن، قد ما كتاخروها كيكون نسبه النجاح قليله. شحال دابا ديال الوقت باش طرات؟ ما كملش شهر. مزوج؟ لا ما مزوج، جالس في الدار مع الدار، جالس مع الدار، ما مزوج ما والو. هو درويش ماشي شي واحد، راه الناس كلهم كتعرفوا، كيبيع ويشري، الناس كلشي، الناس بقات فيه، الناس كلشي كتالم من جيتو، ولكن جهد لا جهد الله. كان عنده شي مرض صالح ولا لا؟ ما عمرو عانى من شي حاجه، فجاه تطاح بالقلب. كيبيع ويشري؟ كان كيبيع ويشري تتزير. كيف جاتكم الخبر انتم؟ ما تقبلناهاش صراحه، جاتنا صعيبه، جاتنا انسان قال سمع لي ما بيت، جاتك واحد الصاعقه نزلت عليك، ما عرفتي ما تقدم ما تاخر، ثمن شويه طالع، يعني ما غاديش، ما هي ثلاثه ما هي جوج، غتقول من هنا مع الناس ومع الحباب وهذا، ولكن بالنسبه للثمن اللي قالوا لينا ما جانا قاصح بزاف، وما في استطاعتناش باش نجمعوا. في النجاح ديال العمليه طالعه الطبيب وعدكم ان تكون نجاح ولا غير؟ ما قال لنا حتى شي حاجه، قال لنا قد ما عجلتوا بالعمليه قد ما كتكون احسن، قد ما كتديروا ما كتكون العمليه شويه صعيبه. قالنا عنده العمليه شويه صعيبه، وقلنا ليه الدكتور الالم فيه تيبات يتالم، قلنا الا ما درتوش ليه العمليه غيبقى يتالم الليل كله والنهار كله، راه ما كينعش وما كيشوفش الناس، والله ثم والله ما كينعش وما كيشوف الناس. حنا بغينا اللي يعاوننا في العمليه، حنا ما باغيين حتى
شي حاجه، بغينا اللي تكلف لي بالعمليه واللي شي حق شي محسن ولا شي قلب حنين يحن فيه، ما بغينا حنا حتى شي حاجه مع شي حد. اذا ما يعطينينا حنا بغينا شي حد هو اللي يدير به. كنشوف فيه كي نهار على نهار صحته غدا وكطيح، نهار على نهار وكيذوب، نهار على نهار وما لقيش ليه الجد. حسيتي راسك ما تضيعوش خو؟ كنشوف فيه كيضيع ليا قدامي وما لقيتش ليه الجد، تنشوف فيه كيضيع نهار على نهار كيضيع وما لقيتش ليه الجد. العائله نتوما كدير الحال ديالكم العائله؟ احنا على قد الحال. الام ديالك معاكم في الدار؟ نعم. الام ديالك؟ لا، الوالده ديالتي ميته. نتوما غير خواتي؟ احنا خواتاتي وخوتي، احنا خوتي وخواتاتي، احنا اللي كاينين في الدار. الكلمه الاخيره ديالك؟ الكلمه الاخيره ديالي كنطلب من الناس يشوفوا من حاله، نطلب من المحسنين يشوفوا من حاله ويشوفوا يشوفوا فيه بعين الرحمه، وعندنا امل في الله، عندنا امل كبير في الله وما يتخلوش عليه.